بقول له دكتور والنبي انا عايز اتعالج عندك. قال له خير يا ابني؟ قال له كل ما بكلم اي حد في اي موضوع بنسى الكلام اللي انا قلته. قال له الحالة دي بيجي لك كل قد ايه؟ قال له حالة ايه؟ واحد بقول له واحد صاحبه الساعة كام معاك؟ قال له 14. قال له ما تقول 14، لازم تعمل المفتح. قاعد يتفرج على التلفزيون لقى مذيع في نشرة الاخبار بيقول حدث زلزال في الجزائر وتشرد 20,000 شخص، وزلزال في لوس انجلوس وتشرد 70,000 شخص، وزلزال في اليابان وتشرد 90,000 شخص. قال له بقى لكل دول عسكنوهم في مدينة السلام. واحد مروح بالليل الساعة 4 مراته بتزعق له كنت فين لغاية الساعة 4؟ قال ست وطي صوتك شوية عيب كده الجيران يسمعون. ايه انت ما قطيتش صوتك؟ لازم تقول لك كنت فين لغاية الساعة 4؟ ست وطي صوتك. ايه انت مش هقط صوتك؟ هو انت سايقني محبوس بين اربع حيطان وانت داير تلف على حل شعرك كل سامعة واحدة؟ لازم تقول لك كنت فين لغاية الساعة 4؟ ست وطي صوتك. ايه انت مش هقط صوتك؟ لا واحد خارج من الأوضة من عند الله مين ده؟ قالت له ما تغيرش الموضوع.